place of كله ناطر بعرف بعرف كله ناطر ايه. خلونا نستقبل الحلوة والمهضومة الغنوجة الديفا هيفا وهبي. هيفا اول شيء قلبي عم بدق بعرف بعرف ميرسي كثير عن جد انا قلبي عم بدق ميرسي كثير على الاستقبال انا يعني انت قلبك عم بدق لانه قد ما بحبوك انا قلبي صار بين اجري بس شفتك اسم الله عليك اسم الله عليك يخزي العين عني اسم الله ميرسي لعبه بلا حسيدي يعني اهم شيء بلا حسيدي ايه بلا حسيدي يعني هاي فم بصراحه ماني عارف من وين بدي ابلش من وين اقولك ببلش ما بعرف من وين اول شيء بس عرفوا الفانز تبعوليك فانز هيفا انه انت ضيفتنا رح تكوني معنا يعني ما فيني خبرك شو قد ايه اجينا مسجز على تويتر انه سلمونا على هيفا سلمونا على هيفا يعني شو بتوجهي لكل الفانز شو بتقولي لهم لانه انا عملت اللي علي وصلت لك سلام شو بتقولي لهم بقول لهم بيعرفوا كثير منيح اني قد في بقلبي حكي لهم قد بحبهم كثير وقدي ممنونة لقلهم بكتير اشياء ما طلع فيه هيك خليني اعرف احكي وقدي لهم فضل كتير كبير بهالوقفة اللي بعتز فيها اليوم ويا رب يا ريت بعرف عبر لهم قدي انا بحبهم بس بعرف كتير منيح قدي هني بحبوني واقفين بظهري هول هالاشخاص منن فانز هول هيفا هوليكس مهووسين على فكره في شغله ما بينهوس فيي انت ما بين هوليكس فيي ما بين هوليكس فيك بدك طلع قدامك هيفا على فكره بس حطيت صورتي انا وياكي وكتبت انه مع الديفا هيفا صار في كتير يقولوا انه ليش ديفا رح قلوا ليش ديفا عن جد لانك ديفا انت حالة ما بتتكرر ودايما دايما الاشخاص اللي بيكونوا حالة ما بتتكرر هني بيكونوا ديفا مرسي. فمن قلبي عم بقلك اياها تسلم عن جد خلينا نبلش اول شيء بجمالك يبرني جمالك على فكرة مبروك طلعتي بالمرتبة الـ 24 يعني سبقوك مونيكا بيلوتشي وأنجلينا جولي بس أنت سبقت بيانسي نينينو أنا بنبسط عن جد أنا كمان بنبسط انبسطت أنك سبقتيها؟ لا مش قصة مين سبق مين بساطت انه انا بالاخر شخص لبناني مني انترناشونال مني حدا بيعمل اعمال عالميه ومع ذلك اسمي ببين بهالاستفتاءات اللي كلها اسامي لاشخاص عملوا اعمال اشتغلوا يعني قصص كل العالم تعرف شغلهم
تعرف ألبوماتهم. فشغلة كتير مهمة إنك تكوني بهالمرتبة بين هالنساء يلي هن مثل ما بقولوا باللبنان إنه فالشين أكتر بالعالم. طب مين أجمل من هيفا؟ كل بنت عندها ثقة بنفسها لازم تحس حالها أجمل من أجمل حدا. لأنه الثقة بالنفس بتخلي الآخرين يشوفوك بطريقة أهم ما أنت. على فكرة عندي سؤال كتير، قد ايه بتصرفي على ثيابك؟ عن جد عندك مصروف ثياب كتير. خبرك شغلس بشغلي ثيابي بيصرفوا علي. هيفا ما في يعني عندك بتطلعي بحسابك اخر الشهر بتقولي مثلا هلا تصرفت على الثياب هلا تصرفت؟ بدك بحسابي عم يوجعوا كثير اشياء. عن جد؟ هلا انت فاشن ايكون، يعني كل يعني بس تلبسي شغله او قطعه في كثير بنات بقلدوكي. بتنبسطي ولا بيزعجي؟ كثير بنبسط. لا كيف بدي انزعج؟ انا فاشن ايكون كرمال هن يلاقوا يستوحوا من هالشي افكار لالهم. وفي فنانات كمان بقلدوكي. ليش؟ يعني بتعرفي حدا؟ انا بحب احكي عن جمهوري اكثر، عن الفنانات يعني ما كثير بهمني علق على قصص خاصه فيي وفيهم. بس على فكره اجت فتره موضه صاروا بتشوفي كثير فنانات، خلينا نكون او شخصيه تطلع يعني يعني اعلاميه بتشوفيهم بيشبهوا هيفا. صاروا طلعوا وقتها نكته انه بيروحوا عند حكيم التجميل بيقول له انه اعمل لي موديل هيفا، مع انه انت جمالك طبيعي اسم الله عليك الله يحميك مر عادل يحرسك. كيف عندك بقى كيف بقلبك مار؟ ايه سألك ما يا ريت بس هاي مسحه. انت بيزعجك هذا الموضوع انه في كثير بنات مثلا صاروا بيشبهوك؟ بالعكس، انه نقوني انا ليكونوا حدا ليفيقوا من النوم الصبح ويشبهوه، يعني قد ايه انا مأثره فيهم. فهي شغله في منك على لعبه؟ عن جد؟ على باربي مش على لعبه. على باربي موجوده بالسوق يعني ولا؟ لا بعد، بس انه في كثير اشخاص بحبون يعملوا باربي هيفا. صار عندي كذا وحده بالبيت كثير حلوين. فيك تعطيني وحده؟ بليز. اعطيك وحده شو؟ باربي هيفا. قد عمرك حبيبي؟ ايه قد عمرك حياتي؟ انا؟ كرامتي. هيفا كم سكربيني عندك؟ اذا بدك اضبط تقول كم سكربيني ما عندك. ما عندك ايه؟ عندك بالبيت ستاند للسكربينات؟ انا عندي سكربينات طلع لهم بيت. طلع لهم بيت ايه؟ فكره كثير حلو لون شعرك. ميرسي. كثير حبيت كثير. حبيت لون الاحمر. هلا انت اصلا مثل ما بقول المثل، انت شو ما عملتي حلوه؟ هلا ما تجاملني حلوة. مش عم جاملك. مش والله ما عم جاملك. بس عن جد شو بدك اصلا؟ ما في مثل كذب، ما الحلو حلو لو قام من النوم. ايه هي مزبوطة. والبشع بشع لو تحمم كل يوم. ايه والله صح. انت سبحان الله خلقك احلى شيء بس تقع من النوم هيفا. مزبوط. ما تسالني ما راح جاوب. لا انا لازم اسالك. لا بس انا بتخيلك انت احلى بس توعي هيك بتكون ايه فظيعه. كثير مهضومه ايه بس على فكره. بشبه هيفا وهبي عن جد وحقيقي. صبغتي شعرك احمر كرمال مسلسلك الجديد كلام على ورق مزبوط. في يعني في شيء سبب معين لحتى صبغتي احمر او مخرج محمد سامي اقترح علي هالفكره انه هو شايف الكاركتر اللي عم بلعب انا دوره اللي هي أوكي. اسمها حبيبه شعراتها حمر وهيك ادجي كثير وافورتلس، يعني شكلها مهمل لانه هي الفتره اللي بيكون شعرها احمر فيه وبيكون هذا ستيلها. يعني هي خبرينا بس عن الكاركتر اللي عم تلعبيه، عن الشخصيه. هو مسلسل اسمه كلام على ورق مع المخرج محمد سامي لشهر رمضان اللي جاي. اوكي. معي مجموعه كثير حلوه من الفنانين من لبنان، استاذ عمار شلق وندى ابو فرحات. نوجه لهم تحيه. وردني حداد. انت شو دورك بالمسلسل؟ ومن مصر ماجد المصري واحمد زاهر وروجينا
مجموعة كبيرة يعني. ايه مجموعة حلوة. هو بطولتك هو بطولتنا كلنا، لأنه كل واحد بطل دوره يعني. أوكي. كل واحد عنده دور مهم بالمسلسل. وانت شو دورك؟ شو بتلعب شخصية معينة؟ في شيء دور مركب؟ كتير دور صعب يعني. شو عن شو بيحكي؟ حتى أنا مستغربة إنه أنا عارفة أعمل هالشي اللي عم بعمله هالفترة، اللي هو كتير شيء كتير صعب بالمسلسل. وسامي عم يعرف يطلع مني شخص تاني أنا ما كنت بعرفه قبل، اللي هو هالفنان اللي عايش جواتي. بس على فكرة أنت كتير بتمثلي حلو. مرسي والله. بس كتير. مش ما خبرتيني بالمسلسل محمد سامي، مسلسل كلام على ورق. تلعبي شخصية كأنه مش أنا، كأنه مش أنا. مدمنة على المخدرات؟ مدمنة على كل شيء. على كل شيء؟ مثل شو يعني؟ بس تحضر المسلسل رح تعرف. لحظة، نقعد نحضره سوا؟ مين سوا يعني؟ أنا وياك؟ نحضره سوا. إيه أوكي. أنا عندي جاين سكرين بالبيت، نقعد أنا وياك. عامل لك بوشار. أنا موافقة. كثير بطبخ بوشار طيب أنا. طب أنا موافقة. إيه؟ أنا عرفت إنك تطبخ أكل طيب. إيه. وعدتني أنت ونسرين إنه تجيبوا لي تطبخوا لي، مش تطبخوا، تحضروا لي ترويقة طيبة. إيه طبعاً إيه. شو بتطبخ على الترويقة؟ طب ليكي؟ تاكلي قلبي وبنخلص بقى. سلامة قلبك. على فكرة أنا فجعانة ومعقول كتير وافق. عصيرت فجعانة؟ حياة الله. عم بحكي عن قلبك أنا. عصيرت فجعانة. إيه عصيرت فجعانة شو؟ بتحافظي على وجهك، اسم الله عليك، يعني وجهك حلو. شو خسرت فجعانة؟ بتاكلي بطاطا؟ شو قصة البطاطا آخر الليل؟ آخر الليل باكل بطاطا؟ إيش؟ إيه وبرجر وبيسي وبوبي وكلهم. شو قصة البرجر الساعة 2 هاي؟ أنا؟ لا أنا؟ مستحيل. شو؟ ما بكذب، باكل برجر الظهر بس بالليل مستحيل. بالليل؟ طب هلا 2 بالليل يمكن تكون بأمريكا مثلا 2 بعد الظهر، إيه كلها، بس هون كلها بالليل لا. والباستا؟ حبيبة قلبي. ما بتنزل من تمك أبدا الباستا. أي الباستا التحت ولا الفوقة؟ الباستا الفوقة. هلا بتعرف قديش في نسوان عم بتغار انه مش معقول، ما تصدق بكون عم بقول ما تصدق، مش معقول تكون هالقد بتاكل وهالقد بعده جسمها هيك. ويا ريت تبينوني مثل العالم والناس، بتطلعوني ناصحه على التي في. طلع الدريفه كل التلفزيونات بيطلعوني ناصحه على التي في، لانه ما كان المخرج ناصر فقيه. ناصر فكيه بونسوار. اي لاف هيم. اي لاف هيم تو. ما تقولي لي على فكره مره واحد بعت لك على انت تويتر. كلك على بعضك ناصر فكيه، كل شغلك وكاريرك. لك شو انبسط بدوب بدوب. بس تقولي لي ناصر فكيه بدوب. شو هاي بدوب؟ هاي ناصر بدوب. هيك بنبني شو قلبي. شو ليك حبيبي؟ كيف بدوبك ناصر فقيه؟ يعني انه بالشغل طبعا. مش انه ما تاخذيها شيء يعني. ما تاخذيها شيء هيفا. انا ما باخذ شيء. ايه في مره واحد كتب لك على تويتر يو ار ايجلس ار يو ا فامباير؟ اي ام. قلت له انت اي مايت بي. جوابك تحت باطي كمحتال. على فكره هلا كل شيء عم بقوله عم طلعه من تحت باطي. انا كثير على فكره بدنا نرجع لقصه التمثيل، بس بدي شغلي، بس معلش فيني اعطي رايي انا بهذا الموضوع؟ ما بتزعلي مني؟ بالعكس. هيفا بعرف انت في كثير ناس بحبوك بالغنى و كثير لذيذه اوكي. مرسي. بس وانت كشو يعني بتعملي شو حلو، بس انا بالتمثيل يعني بكل تواضع اوكي ومع احترامي لجميع الممثلات بالعالم، انا اول مره بنزهل و يعني صدمتيني بتمثيلك. مرسي. اي سوير. كممثلة لبنانية فظيعة. انا بدي اهنيكي. تسلم. مرسي. على فكرة بتاخدي ادوار صعبة ومركبة يعني ما هينة. هذا اللي كنت عم اقول لك اياه، انه حتى في فيلم اللي بده ينزل بافريل شهر 4 من هلا بدنا نحكي عنه. حلاوة سامح نعم سامح عبد العزيز دور كمان يعني اكتشفت. بتعرف انا على الست يعني انا لما بقرا السيناريو كثير بتعلق بالشخصيات كلها، انا ما بقرا بس دوري.
بتقري بقرا كانه انا عايشه فيها هالدنيا اللي موجوده بقلب السكريبت. في حدا بيعمل لك كوتشنج للتمثيل انت عم تمثلي؟ ما في مخرج اشتغلت معه لهلا، يعني كان عندي حظ اشتغلت مع ثلاثه من اهم المخرجين بمصر وبالوطن العربي، اللي هن استاذ خالد يوسف، استاذ سامح عبد العزيز، استاذ محمد سامي، والثلاثه كانوا مدراء فظيعين لإلي كممثله على الست، غير انه بيهايند ذا سين شو كنا نقعد وكيف كنا نفرفش الورق وندرسه. بس انا بحب اشتغل مع مخرج على الست يعرف مثل الريموت يشغلني يعني، وانا اكون كثير مستمعه جيده لإله وبتنفذي وبقدر خليك تصدق انه هذا الكاركتر. يعني واحد بس يشوفك اوكي بيشوف اول شيء هيفا قدامه، بس بنفس الوقت هيدي الشخصيه اللي عم تلعبها هيفا بتاخده ما مطرح ما هيفا بدها بالدور، فظيعه. بس لعندي سؤال بيطرح نفسه، تفضل. ليه بتحب تاكلي خبيط بافلامك؟ ولا انا ما بحب، هو الدور هيك. شو مازوشيست انت؟ فشرت. انه بدكان شحاته؟ بدكان شحاته؟ كنت تلميذ هالقد ما بفهم بدكان شو يعني اول مره بمثل. كل ما تفتحي تمك وبطلع. كل ما تقولي باه وبطلع. يعني ما ضل حدا يعني كثير. مثل معي؟ ما فيني بديدي عليك، ما فيني استرجع بركي بدي اكسرها. والله اصلا هيدا منه ضرب حقيقي. ضرب. وبفيلم حلاوة روح هلا رح نشوف هون القتل. يا لطيف. شو قصتك انت؟ وحياة الله ما انا هن هيك الرجال بيعاملوا المرة. مين؟ رجال انتو رجال مجرمين. لا نحن لا نحن منا هيك هون مين ابدا. مين نحن اللبنانية؟ ايه ما انا. طلع بيحكي عربي شادي. ايه بيحكي. انت ما بتنضربي بوردة؟ ايه عن جد ميرسي. يقطع عمره. خلينا نشوف التريلر ونرجع نحكي. هي الست روح بارطة دي بتفكرني بالست صباح في شبابها. حتة مرة بتشد لها فرن بالليل. لطيف. على فكره في كثير قالوا، في كثير ناس يعني بس شافوا حضروا التريلر قالوا انه هيدا الفيلم تقليد لفيلم مالينا التلياني، بس هو على فكره ما خصه بمالينا، الموضوع مختلف تماما. ما هيك ابدا موضوع مختلف، لانه هون روح بالتريلر مبينه انه هي كثير قوزي وهيك، بس لا هي يعني السر الوحيد اللي بقدر افشي عنه اليوم قبل ما نستحضر بافريل. ايه هي مش هي هيدا المنظر الكتير سكسي اللي موجودة فيه بالتريلر. إيه؟ هيك الناس بتخيلوها بالحي بس. يعني كل ما واحد تسطح هيك بتخيلها، بس هي بالحقيقة مش هيك. سو هيدا مسبب لها مشاكل وبس، فما خصوا بملينا. بس ما هيك عم بتسطح. عم بتسطح. شفت بهالمنام. ما فيني خبرك. I can tell. أكيد you can tell. طيب في مجال، في مجال تريحيني وتقولي لي اغتصبوك بالفيلم ولا لا؟ بعت لك حال على السؤال. لأنه في ناس قالوا إنه في هذا المشهد كان موجود وفي الرقابة شالته. لا مش بدي أعرف مزبوط؟ طلع كتير حكي على الفيلم لمجرد انه انا هيفا وهبي موجوده فيه. سو طلع كتير حكي وقالوا قيل، ومثل ما في ناس بعثوا لك كتير تويتس وانت مسحت محيتهم. ايه محيتهم. ايه انت عامل فيهم مقلب، معقول جايبني على الحلقه؟ اكيد بدهم للنسوان اللي عم بسبوك. لا على فكره كتير بغاروا منك. طب هم عم اقول لك عامل فيهم مقلب، معقول جايبني على الحلقه؟ لا معقول هالضرب اللي عملوا فيهم؟ مش ضرب هيدا، هي هاي الحقيقه يا حياتي ما احلاكي. نرجع للرقابه اللي هو الاهم.
رقابه اخ عمل الدوره الطبيعي اللي بتمارسه على كل الافلام. بس ما شالوا هذا المشهد. هذا المشهد هو احلى مشهد بالفيلم. يغتصبوكي هو بالفيلم يا عمي، هي الشخصيه بيفوت حدا بيغتصبها. مش لك لا روح يعني ايه تغتصب. تغتصب روح؟ لا بدون يعني هول، تغتصب. تغتصب تغتصب روح. روح خلص روح. يعني ما بعرف على يعني انه اول شيء سامح عبد العزيز مخرج كثير محترم منه فج، يعني هي القضيه فجه والقضيه مباشره وقضيه تعامل ومجتمع ضيق مع مره حلوه محميه من شخص لما توفى صارت هي مكشوفه لهول الاشخاص اللي طمعانين فيها. عالج لانه هو عنده طريقه سلسه بالتعامل مع هالقضايا الحساسه. سامح عالج هيدا الموضوع بالتحديد اللي هو كثير حساس، اللي هو هيدا المشهد بالتحديد يلي اكثر مشهد انحكى عنه بالفيلم، واللي هو اقل مشهد يعني رح يستحوا كثير بكره لما يحضروا الفيلم. يستحوا من حالهم يعني من حالهم انه اللي قالوه غير اللي هو الحقيقه. قديش اخذ وقت تصوير هذا المشهد؟ مثل اي مشهد ممكن امرار يخلص مره او اثنين، ممكن ينعاد. مشهد صعب. بعرف مشهد كثير صعب. لا مشهد كثير صعب. كلمه اغتصاب دائما بتاخذ الشخص لمحل ما هو بحب يفكر، بس بالواقع هي قضيه. وقضيه مهمه. شغله ايه مأزية. والطريقه يلي هي فيها خجل بالتعامل معها هو اللي بيخلي هاي القضية ما بتوصل للناس، ونحن مباشرين كثير بالتعامل. طب هلا انت ما لاحظتي انه مثلا بالفيلمين يعني بدكان شحاتة وبحلاوة روح في مشاهد فيها عنف وهيك. طب هلا انت شو قصتك يعني؟ هلا انت هلا يعني ما تقولي لي بكره هلا بكلام على ورق بدنا نلمك من الطوارئ يعني. لا لا كلام على ورق شيء ما صار ولا رح يصير. طب هيفا كيف بتحضري لمشهد رومانتيك؟ بتتعب عليه؟ بتفكر فيه كثير؟ بتدرسيه؟ ولا بيطلع عفوي معك؟ لا بدي كثير كون مصدقه الكاركتر اللي قدامي بالورق. تعال نجرب انا وياكي مشهد رومانتيك. بدي كون انا عم لك بدي كون مصدقه الكلام اللي قدامي عم بدرسه بالورق. بالورق؟ اذا في شيء رومانتيك بالورق بدنا نعمله هلا اعطينا لاقرا. ولا بدك نرتجل؟ نرتجل شيء. تفضل. تعال نرتجل شيء رومانتيك، يعني بدي اشوف انا كيف تقنعيني انت بس يعني كيف تقوميني من هون لروح لعندي. شو بتقولي لي؟ شو بتقولي لي انا اذا انا قاعد متنح هون ما بدي اقوم، وشو بتقولي لي لاقوم واجي مثل الشاطر اللي عندك هيفا؟ بعد ما قلت شيء وصرت بين ما هيدا هو. بعد ما تنفست بعد ما تنفست وصرت على الارض. كيف اذا بتنفس؟ طب بالمشاهد الرومانتيك بتستعملي سحرك ولا انه لازم ارجع لهونيك او ليك؟ بس ما قادر اقوم. لا اذا بدك بتستعملي سحر. فرجيني شو؟ تاتو؟ ايه كل هيدا تاتو؟ هون كله وهون وهون عندي ثلاثة تاتو مثل ما انت عندك ثلاثة تاتو. بس هيدي ثلاثة جاينت تاتو، ثلاثة تاتو هالقد عندي. انت عندك ثلاثة تاتو، هلا بنحكي عنهم جايين ندور. لا بس لفت لي نظري انه قبي خانق التاتو تبعك. لهون افتح لك زر. طيب شو فيها؟ شو لابس سوتيان؟ ليك وحياة شايفة إذا حدا بين السوتيان. هيدا اسد. very nice. هيدا اسد؟ ايه. وانت؟ انا اسد. انت نمر. طبعا انا. هيفا؟ نعم. ليش رجال بافلامك، معلي رح تطلع مني يمكن واقفه، دائما منهم حلوين؟ مزبوط؟ انت محسسني انه هيدا الفيلم ملكي انا وانا اللي بختار. هيفا هيفا بافلامك رجال منهم حلوين، مع احترامي لهم ما يزعلوا مني خيي، بس هاي الواقع. هيفا انت نجمه فيك تختاري رجال يعني وين؟ هيفا كيف
كيف؟ ما قالك ما قالك كلمة بالموضوع هيفا؟ هدول مواهب كتير كبيرة وشكلهم ما له دور، شكل الرجال ما له دور، إذا بالحياة هلا وبطل له دور، يعني حلو عنا أنتم وجمالكم، شو بدنا فيكم؟ يعني حلوة هاي بس هو يعني هو الرجل الوسيم منه مطلوب منه يكون ممثل اكشلي الممثل مش مطلوب منه يكون وسيم بس لحظة بالأفلام فهمنا بس إنه بحياتك الشخصية معلش كمان يعني ما كمان ما في رجال أخذتيه على الجمال الجمال يلي مهضومين ولذيذين وعسلمتهم بس إنه هيفا بس منهم واو رجال منهم واو هو خليني ساكتة على فكرة خليني ساكتة ما فيك تضلك ساكتة ما فيك تضلك ساكتة ليه خفتي؟ الله يفضحك ما بدك تحكي؟ ذوقي برجال ما حلو؟ ذوقك برجال ما حلو هيفا؟ ايه مانو ابدا ذوقك برجال طيب شو بدي اعمل؟ صحني. وانا بصراحة ما راح اقدر اظهر معك لأنه ذوقك كثير ايش؟ أنا فكرت رح تحسن لي ذوقي تظهر معي وين بدي حسن لك ذوقك؟ وين بدي حسن لك ذوقك؟ لك في توت بالبرنامج ما في توت ما في توت بدك تقولي شيء بنحط توت في توت؟ قولي في توت ولا ما في توت؟ في توت طيب جيب لي لآكل شوية توت بحب التوت أنا خطبتي سعودي اتجوزتي مصري وين راح؟ شو؟ إنه ما بقى في رجال بلبنان؟ شو؟ هيفا عم بحكي معك. هيفا. هلا عمي. هيفا عم بحكيك. نعم. ما بقى في رجال بلبنان؟ مخذ لك كفين. هيفا طب. ما بعرف وين إني اللي بلبنان. واللي بغير لبنان صراحة وين من الرجال أصلاً طب شو بده يعمل الواحد لحتى يقدر تنعجبي فيه أو يلفت لك نظري يكون حقيقي مش كذاب مش بالوجه مراية وبالقفا طب كيف بدك كيف بتصدقي دغري هي المرة ما بدها تتصدق بده تعرف معك حق بهالسؤال بتمرق امرار على الوحده قصص بتصدق وبيطلع لانه اغلبهم رجال منهم هينين يعني مقطع وموصل بيبقى اغلبهم يعني رجال بشكل عام ايه بيبلفها يعني ايه انت انت ما انت ممكن يجي رجال ليش المرأة قليلة المرأة ما بتبلف لا كمان لا بس المرأة ليك لا لك شغلة المرأة بطل في مثل زمان انه ولا الرجال هو كل شيء والرجال هو اللي انت قادرة تقفري للرجال اذا حقيقي ولا لا دغري باول لحظة اذا يعني اذا بتفهم تحس ايه حسب ظروفها كمان في مره امرار بتضطر بتاخذ شخص لظروفها هذا غير موضوع بس عم اقول لك مره بتقدر تحس كثير منيح اذا هذا اللي قدامها خرج ولا لا خرج والله انا خرج ولا لا انا ما بفكر فيك غير بطريقه هيدا حكي هيدا اذا بدي افكر فيك بغير طريقه بقدر افرق اذا خرج ولا لا طيب بدك تشوفي ردة فعلي مزبوط إذا حقيقي ولا لا بديك تغني لي سوي شو خص هاي بهاي؟ فيك تغني لي سوي شو خص توت بمرحبا؟ سوي؟ لأنه you're swaying me when you sway me لا طلعت خارج لكن أنت طلعت خارج Dancers may be on the floor.
يو ار مان ايتر. يا ريت ما فيي ياخذ بريك بس مضطر. بريك. على فكرة انتو البنات شي غريب، يعني بتوقفي ست ساعات قدام المراية وبتزبطي حالك لتطلعي حلوة، وإذا واحد بالشارع قال لك شو يا حلو بياخد على خاطرك تقول له عيب الشوم عليك روح انضب. الحقته بدك تلطش، ما تكون واقف بنص الشارع عم تفقي بزر مع أصحابك، على القليل وقف لك على شي إشارة حمراء مع فراري ديكابوتاب ساعتها لطش قد ما بدك. بتعرف شو قد قصتكم البنات؟ لا ما بعرف. بدك تجني المرة اضربها بالأوضة ست ساعات بلا موبايل بتموتي. ايه بدك تجنن الرجال اضربه بالأوضة ست ساعات وقعدوا بلا مرة. اصلا ورا كل رجال عظيم مرة. انت السيدة ورا كل رجال طفران مرة، لانه الكريدت كارد بايد المرة بيجرح. يلي بيجرح اكتر يلي ما معه يمشي بس عامل نمر عمرته وهو بسين قدام صاحبته مياو. ما عليه كمان الرجال ما بيتعب وبيفلح وبيشتغل كل النهار ليوصل على البيت ويزبط وضعه، تقوم هي شو بتعمل مع اذا ما عباله دغري بتقول له راسي عم بيجعني، بتقوم تسقط البيجامه عليها وبتندفس بالتخت. واللي بيشرف على البيت وما عباله بحط الاخبار وببلش ينعي انه الوضع كثير عاطل. لا حياتي وضع البلد فرجه قدام وضعك شيرين، لانه ما في شيء معقول يقوم لا فيك ولا بوضعك. اصلا بتعرفي شغله، في كلمه ولا ممكن تسمعها من مرة يلي هي بتقول لك انا غلطانه حياتي، انت دائما معك حق. لا فيها تقول امرار انا غلطانه حياتي تجوزتك. أصلاً في كلمة مستحيل تسمعها من الرجال، أنا هالشغلة ما بفهم فيها حياتي، على طول فهمان بكل شيء. نحن بنفهم بكل شيء، معليش هيوف، بس في شغلة ما عم بقدر أفهمها، إنه شو القصة، شو الفكرة إنه بس تعزم مرة على مطعم فجأة بتصير فيجيتيريان، قال عرفت شو وكلاس، وبتصير تستعمل الشوكة والسكينة. وبتاكل شوي من بتاكل شوي من الصحن وبتبقى منقيه اغلب، لا تاكل شوي منه قال هي ما فيها تكفي لانه وهي شو اطيب اكله عندها بالبيت، الكروش والكراعين ومفتت المقادي مطفيين بحامو. عم بقلبك شو مين مجوز انت؟ خلصت على اساس انتوا رجال بتبيضوا الوجه بالمطاعم. ليه بتفوت على التواليت ما بتغسل ايدك الا اذا في حدا عم بيراقبك؟ والله لو ما هيك كارثة السلام من بعدها. ايه ما بسلم على حدا انا ظاهر من التواليت. ليش انتوا معلش النسوان كل ما بدك تقومي على التواليت تنتعي معك ثلاثة أربعة، شو بتفوتوا بتعملوا بالتواليت؟ اسم الله عليك، ما انت على الوصلة بيكون معك سيارة تنكي حق فرنجين بتقول له للفالي حط لي اياه على الباب، وبتفوت بتسلم على الويترية وعلى عالم ما بتعرفهم بس لتبين انك بتعرف كل الناس. بس على فكرة انتو شاطرين تطالبوا بالمساواة بكل شيء إلا بالفاتورة. تعملوا حالكم ما معكم خبر. بعدين على سيرة الفاتورة، أقل شيء تدفعوا الفاتورة بعد ناقص مرة تدفعوا رجال قاعد. بعدين حبيبي اللي بده الداح ما بده يقول أح. هو بيني وبينك اللي بده الداح أكيد ما بدي أقول أح. كيف إذا كانت دح أنت هيوفة؟ إيه هاي ضحكي، تفضل بوس الواوا. وحياة الله ما بيعرفك بيجهلك عن جد. بعرف عندك هضامة مخيفة. ميرسي. وخاصة بالستاند أب في أهضم منك. إيه
ثانك يو. بتفكري شي مره تمثلي كوميك؟ يعني بالحياه العاديه بلاقي حالي كثير فاني وهيك، كثير مهضومة. انا كثير بحب المزح، بس بالتمثيل لا ما جربت. ما هو كثير هيني على فكره، يعني اذا يعني اذا الضحك مش هين، مش هين، بس اذا في عندك كوتشنج مزبوط بيطلع، بس لانه الموهبه عندك اياها، الهضامه موجوده. هي الهضامه موهبه. خلينا بلا موهبه، الهضامه. لا موهبه اكيد. شي مره طب بدي اعرف شغلي، يعني كل يعني كل هالاشياء الحلوه اللي فيكي هيفا، حلوه ومهضومه وبتجنني وقعدتك يعني هيك. هيفا رح نتوقف هلا مع ريبورتاج لنشوف شو راي النسوان بهيفا. بحبوني على فكره. فميمة بحبها، بحبها كتير وكتير حلوة. حلوة كتير، بتعقد مثل هالعالة، حلوة بتحفظ، مهضومة، ما حدا بيقدر يعمل مثلها قد ما طلعوا وقد ما نزلوا. كتير حلوة هيفا. واو شو حلوة. جمال كتير حلوة وكتير مهضومة. جمالة تعجبني كتير، بحبها كتير، بتجنن. كجسم جسمها حلو، مرة جذابة، ست الكل، زهرة بتفتح القلب، الغنج والدليل. مرة بس أنا بنظري أنا أحلى. جمالك بجنن، عيوني، عشعراتي، ليه اللي بيقدروا يكونوا مثلها؟ هيدا بيخلق شيء مع الإنسان، هي هيك كير إنها ستار، تاخد العالم، بتجنن، بجنن العالم. ها شبكي. شو؟ يعني أنا بفتخر إنه هيدا رأي الست اللبنانية فيي. شغلي أنا بفتخر إنه أنا قدرت هالقد وصل صورة حلوة بنظرهم ليعطوا هالرأي الحلو فيي. ومش هيني المرة تعطي رأي رأيها بمرة. لا أنا بحبوني الستات. طيب شو رأيك نشوف شو؟ أول شي نقذت يعني، بس لا شو رأيك نشوف شو رأي الرجال هلا عن هيفا؟ شوف بعينك حب وحس بقلبك أطيب قلب، بدي حبك حب جنون. أجمل مرة بالعالم، شو بدي لك يعني؟ إذا بتغزل بهاي فوالي شو بدي لك؟ قلنا عن نحكي أكثر من هيك. واحد بتغزل ليكسب، مش بتغزل وجع قلبه عن بعيد. يقبرني، يقبر قلبي، إن شاء الله تدعس بقلبي. ما بتغزل، محظورة، ما بقول شيء، لا مش رح يطلع لي شيء منها. هيفا ما في منها، رائعة هيفا. لا ما فيني أكثر من هيك، نعلق نحن ونسواننا يا خيلة. جمالة بتسلم لي، مهضومة، يا طيف، وصرت تخلع. نرتاعش بس نشوف هيفا وهبة. بس هيفا وهبة حالي يعني. أحلى مرة، جمالي، مرة رائعة، جمالة بيستفز. ما بفتكر أي أمرأة بتقدر تعمل طريق اللي عملتها هيفا. ما لك إلا هيفا وهبة على الساحة. هيدا حكي. يعني إجت الفرصة لحتى توقف هيفا معه العادي الكرم. لحديت هون أطيب الطريق. واضح يعني خجلتوني. انت كثير بتعجبي الرجال، كثير 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 يعني مهضومين. يعني عن جد اذا ولا بد شي نهار فكرتي فيي كوني اكيد رح اقول لك لا. بتعرفي ليش؟ لانه ما بتحمل. ما بتتحمم؟ ما بتحمل هالقد جمال حدي. فكرت ما بتتحمم عن جد منك يعني. طب معقول هالقد قديش في رجال بينعجبوا فيكي؟ معقول يكون في كمان كثير نسوان معجوبين فيك؟ ايه؟ في شي مرة مثلا نسوان قالوا لك شو يا قمر؟ انه كل النسوان بتحبني، بتنعجب فيي، بحب يكون يعني في نسوان عندهم نظرة مثل نظرة مثل الشباب، مثل الشباب تجاهك يعني؟ ما بعرف، تسألني سؤال ما بعرف جاوب عليه، بس انه اكيد في فيه. ايه؟ جوزك السابق احمد ابو هشيمة كان بده يطلع بمقابله من فتره وغير رايه، شو قولي خاف منك؟ ليه انا بخوف؟ تيجريس معلش. اي تيجريس يمكن من برا، من جوا بيبي. عن جد بيبي. على
بعدين وين بده يطلع، وين مقابلات، وين بده يطلع اي تي في، انا ما خصني وحر وين بس. ليش غير رايه برايك؟ ما بعرف عن شو عم تحكي، فما عندي جواب. جوزك السابق اذا سابق يعني سابق يعني ما معي خبر. ايه بس ما عرفتي انه كان بده يطلع مقابله ورجع غير، خاف من شيء يعني؟ في شيء على فكره كان مقدم لك سياره قال بده يستردها، معقول راسه؟ حدا بيقدم لك سياره بده يرجع ياخذها منك؟ انت فيك تجيبي له 10. هو شو بده عمل؟ سيارته هو لإله، هاي شغله لإله. اه اخذ شغله هو بيملكها. اه منا لإلي، منا جايبها لإلي، كانت لإلي، كنا نسوقها يعني ايام زواجنا، وهلا تمنا مزوجين. على فكره ما بقى يتهدى اسم الله عليه، انت يعني عودتيه على الشهره وهيك ما بعرف. انا بعدي بتعدي. طب بالنسبه للزواج انت رفعت العشرة ولا بعد فكرة تتجوزي؟ رفعت دعوة على الزواج. عن جد ما بقى تفكري بالموضوع؟ اعوذ بالله. شكرا. هلا ما بعرف بعدين المستقبل شو مخبي لي، بس انا نو واي. شلتيها من راسك الفكره؟ شلت راسي كله من محله، مش بس الفكره. بس بتحسي حالك ترجع بعد تنغرمي؟ ممكن الانسان ينغرم، ممكن يحب، بس انا اتزوج نو ف واي. حلو توت، جيب لك توتيه هلا حطها هون. لا عم دبل لك بعيوني بلكي تنغرمي فيه. هذا تليفوني هيفا، ما بتعطي رقمك لحدا؟ حياتي انجا جيب رقم تليفوني جديد وانجا افتح الواتساب من هون. ايه وبيكرج لك هونيك جيش. هاي بست هي، هاي بست هي، هاي بست هي، بست هي. ما بعرف حدا منهم كله هاي بست هي، هاي بست هي. طب شو في مره انت على تويتر شو قصه الكيس ماي هاي هيلز بيج تايم على فكره؟ لمين هاي نقالت؟ لهايفا هيترز. هايفا هيترز؟ شو قلتي لهم؟ كيس ماي هاي هيلز. ايه بس هلا بقول لهم كيس ماي. ما عبالك تقولي لهم في من النوم بتحط صوره او خبر جود مورنينج او وات ايفر بتحط على انستغرام، بيطلع لك وحده تقول لي يا رب شوفك بقلب المقبره مدفونه، وحط الرمل فوقك والتراب واخلص منك وارتاح منك، يا رب تموتي. عن جد صباح النور هلو كل نكره. كل هيدا كره؟ كل هيدا كره لاني ليه بيكرهوك يا ولد؟ لا مش بيكرهوني، هن هو ليش بيكرهوك؟ كارهي نفسهم بالاول، ما بيبلشوا يكرهوا كل حدا مهضوم بالحياه. بتعرفي انه في كثير ناس راهنوا انه هيفا حاله سنتين ثلاثه، او مثلا بالانجليزي بيقولوا لها 15 minutes of fame، وانت عم برهن العكس يعني كرمالك صرتي عم تصير صرتي نجمه عالميه. شو بتقولي لهم لهول؟ yet to come. The best is yet to come. Yes. بعد ما شافوا شيء بقول لهم حلو. وشو بنقول لهم بهالحاله؟ بعد ما شفتوا شيء يا سلامة بنقول لهم سلمى يا سلامة، بنقول لهم سلمى يا سلامة، بنقول لهم سلمى يا سلامة.
هيفا 1,600,000 فولوور على تويتر. حقيقي مش شارية شيء. فشل انتر نو. لو بدي اشتري شيء ما كنت بخلي حدا يسبقني بالارقام، بس هو الارقام الحقيقيين، حتى لو في حدا اكثر مني بس هو الناس حقيقيين، هو الفولورز حقيقيين 1,000,000%. وزارة الاتصالات تختارني تكون سفيرة للاتصالات بلبنان، هذا الشيء ما اجى من عبس، عملوا بحث عبر السيرفر، وهي وزارة الاتصالات يعني هن بيقدروا يعرفوا مين اللي عم يشتري ومين اللي فولورز تبعهم، ايهم اللايكس الحقيقيين وايهم مين الفولورز الحقيقيين. واكتشفوا وكانوا كتير متفاجئين انه كل الفولورز تبعولي ريل فولورز، على هالاساس اختاروني لهيدا الدور، لهيدا المنصب اللي انا اليوم على عاتقي. فلو انا بدي اكون انا اصلا، انا بحترم حدا عنده 20,000 فولوور بس ومبسوط فيهم لانهم حقيقيين، والمليونين والثلاثة مليون والعشرة مليون إذا ما لهم حقيقيين ما لهم معنى، ما لهم طعم، روبو، ما لهم يعني ما لهم حركة بمحبة الفنان. اشتقتي له وزير سحناوي؟ بدي أوجه له تحية كبيرة لأنه أنا بحبه كتير وبحترمه. أنا بدي أوجه له تحية كمان. وأكيد كل شخص رجل سياسي بيترك فراغ بمنصبه لازم اللبناني يشتغله. ليش انت برايك ترك بس بعد ما استلم؟ بركتي له وزير بطرس حرب هلا بالمنصب الجديد؟ برك له لوزير بطرس حرب من خلال برنامجك هيدا حكي. ايه الف مبروك. طيب ان شاء الله المبروك الكبير تكون للبنان. انت بتحب الفوتبول؟ بتحضر الفوتبول؟ ايه انا كثير بحب الفوتبول. مع مين بتحمسي؟ مع الربحان. مين بتشجعي؟ صار لي ما سمعتك. مع مين؟ مع الربحان. مع الربحان مثل شك. انت مع برشلونه ولا ريال مدريد؟ بارسا. بارسا. هيفا كيف تتسلي بوقت فراغك؟ شو بتعملي؟ مع ريال مدريد بتصدق امرار؟ شو؟ حسب اذا التيشيرت اللي نازله احلى بكون معهم. اذا حسب التيشيرت يعني؟ ايه بس انا بحب باسكت بول اكثر. مين بيعجبك اكثر من لعيبة الفوتبول؟ ما تقولي كريستيانو رونالدو. لا ما راح اقول، كيف عرفت؟ لانه شب حلاوه. ليه هيك مبسوط وعم تضحك؟ ايه؟ انت بحسك بتحبي بويول. ما بتعرفي لبويول؟ ابشع بني ادم بالعالم. سبحان الله. اسمخك على فكره انا مش هالقد ذوقي بشع. ذوقك رح يضل. لو بتعرف مين بيعجبني هلا بتقول عن ذوقي كثير حلو. عن جد مين؟ لا لو عم بقول لو. طيب مين؟ لو مين؟ لو عم بقول لو. ايه. طب بيكي صح جوزة لشاكيرا؟ مهضوم. بيعجبك؟ بس خلص تجوز. ايه. ما بحب المجوزين. ما بتحب المجوزين. هيفا كيف بتمضي وقتك؟ كيف بتتسلي؟ شو بتعملي؟ بتلعب بلاي ستيشن؟ صبح جارة؟ شو بتسلي؟ كيف بس ما يكون عندك شغل شو بتعملي؟ تلعب اكس؟ تلعب اكس؟ كنت العب اكس. كنت تلعب اكس؟ عن جد؟ هلا بلعب نفس الكلمة بس شو؟ غير لفظ. عن جد؟ كيف؟ ما حدا فهمها غيرك. انه قد ما بشتغل وبتعب كثير يعني شغلي صعب، خاصة هالفترة تصوير برخيها بالبيت صراحة. بتحضري أفلام كذا؟ بحضر أو ما بحضر، بحب أقعد بالبيت، بحب إذا رجعت للإنرجي، إذا رجعت لي يعني رجع لي نشاطي بعد التصوير بنزل على الجيم، إذا لا كمان بقفة يعني ما عندي قصص معينة إنه أنا يلي عندي يومين فراغ شو بدي أعمل فيهم لا. مين عندك أصحاب بالوسط الفني؟ يعني أصحاب بمعنى إنه هيدي الصحبة انت حياتي. لا يعني عندك اصحاب؟ مش بمعنى الحقيقي للكلمه، مش انه ولا كل يوم انتقل لبعض، كل يوم انتلفن لبعض، لانه ظروف شغلنا وظروف طريقه تفكيرنا وطريقه تفكير امرار الاخرين ناحيتنا ما بتخلي هالشيء يصير على طبيعته. سو كل اصحابي مش فنانين. بتحضري كرتون؟ كثير على فكره. شو عرفك؟ ايه شو افضل كاركتر كرتون عندك؟
انا بحب ديزني. ديزني كل يعني أي يعني يعني انيميشن موفيز اللي بتنزل. اول انا اذا كنت على الطياره يعني رحله طويله ما بتحضر. اذا في موفيز وفي انيميشن في شيء انيميتد دغري بحضره هو اذا كان ديزني. بتسلى كثير بحب. كنت تحضر كاسبر من زمان هذا الشبح؟ ايه الابيض. ليه مبسوط هالقد؟ انا بحبه كثير لكاسبر. انا هلا تذكرته كثير بحبه لكاسبر. بس انا بس على فكره شو قصتي عصير كاسبر؟ شو قصتك انت وكاسبر صاحبها لجيلو؟ عم اخترع كاسبر لتسال على كاسبر. لا هذا كاسبر سمارت. سمارت. شو القصه؟ كاسبر صديق انسحب؟ سحبتي لي اياه؟ ليش نحن اللبنانيين كل شيء عندنا؟ لا بس انه لانه عملت قصه من وراها وبتغار منك جيلو. لا لا مش مزبوط هالحكي. مش مزبوط. ما تعملوا قصص على شو اهضم نكته سمعتيها عن هيفا؟ انا ما بعرف صراحه ما بعرف. اللي انت ما بعرف. انا كلهم بلاقيهم مش بلاقيهم بس انه لا في كلهم هالقد كتار؟ لا في كثير. ايه سبقتي ابو العبد يعني. يعني انا شغلي البال يعني. اي انت شغل البال انت بقى شغل القلوب مش بس البال. عن جد في شيء نكته هيك معلمه براسك بعدك مذكرتيها عن هيفا بتضحكك؟ ضحكتك؟ لا من يومين بعثوا لي شيء انه على الواتساب اذا بدك تبعت هيدي الواتساب لشي 5000 واحد واذا ما بعتها واذا بعتها بتطلع لك هيفا بالمنام واذا ما بعتها بيطلع لك مرسي. شي هيك يعني بس انه هيفا انت على فكره ما ناقصك لا جمال ولا مصاري بلا حسيده. الحمد لله. الحمد لله. انت مبسوطه بحياتك؟ الحمد لله كثير مبسوطه كثير مش شوي. على فكره عندك 3 تاتوات على جسمك. احنا رجعنا لسيره التاتو. ورده على اجريك هيدي وين عملتيها؟ لبنان ولا برا؟ لا بفيغاس. بفيغاس. وعندك تاتو على كتفك عين. هاي بعملتها بروما. بروما؟ والثالث وين؟ شو خصك؟ ليه؟ ما بدك تفصحي عنه؟ افصح؟ ايه في واحد ثالث ما هيك؟ ايه وين؟ ورا؟ على الكنباية؟ الكنبيه. على الكنبيه. كيف عرفت؟ طيب بكره بفرجيك. هاي الغنيه تبعيتك؟ هاي الغنيه تبعيتي. ايه فيك تفرجيني؟ فيني فرجيك. سمعيني يعني. ايه فرجيك. حتى براسك
حلو موضوع كثير. بكره بفرجيك. I like it. I know you like it. هيوفا انا كثير انبسطت فيكي وما بينشبع منك. ميرسي. الحديث معك ما بيخلص. بنهايه حلقتنا انا حاب اقدم لك جيفت يلي هي صارت من شعار البرنامج الا وهي صورتك الحلوه. واو. مع كذا صوره لهيفا. برنامج هيدا حكي. برنامج هيدا حكي. لما كان شعراتي سود. ايه؟ لما كانوا شعراتي سود. ايه؟ بس كانوا شعراتك سود. هون كمان بس كنت شعراتك سود. كمان لكن احلى. ثانك يو. مين هاي؟ ايه؟ هيدي انت. ميرسي بوكو. ومن كوليكسيون جي انفي من مجوهرات مكرزل حابين يقدموا لك هيدا الكادو. ميرسي. يا ريت بتفتحي بس حتى نشوف وناخذ فكره نحن كمان شو قدموا لك جواليري مكرزل. واو ميرسي بوكو كثير حلو. فين نشوفها على الكاميرا بس؟ كثير كثير حلوة. وآخر كادو ميسي. وآخر كادو كمان هلا بيزعلوا مني صغير. لا ليه بده يزعلوا؟ أنا لابسة حلقة صغير. لا ما كلهم أصحاب بالعكس كلهم كمان لابسة صغير. لابسة حلقة صغير. خير. أما آخر كادو أنا بعتقد إنه هذا الكادو يلي هو كثير أساسي لأنه نحن شايفينك وما مصدقين. ميرسي. ومنموت عليك بنحبك بنحبك. من قلبنا فقد ما بنخاف عليك من العين قدمنا لك عين لحتى ما تصيبك عين. حلو. حبيتها. بدي اقول لك يخزى العين عنك. ثانك يو سو ماتش تيكون زو. انت جاي ايدك فاضية؟ انا جاي ايدي فاضية؟ اه لا ما جايبة شي معك؟ بلا جبت لكم شي موضوع. شو جبتي؟ فرجينا شو جبتي. أنا جايبة وايرلس شيشة. وايرلس شيشة؟ وايرلس شيشة هيدي شيشة جتني هدية من صديق لإلي عنده ستار باز شيشة. بس بتشرجها بالبيت. ايه انفخ. وهيدا على بيتش بس في كل وفي ستروبري وفي كل النكهات. هيك كادو على طعم التمك. صارت على طعم التمه بدك؟ ايه ايه اعطيني. نفخها ما نفختها. هيوفا نحن كثير انبسطنا فيكي. وشو حابه تقولي لنا هيك شيء كلمه اخيره لانه أنا طلعت بهالبرنامج اللي كتير حلو واللي عامل قلبي يعني بلبنان وبالوطن العربي لأني بحبكن وتعرفت عليكن عن قريب صرت أحبكن أكتر بكتير. وبقلك عادل ميرسي كتير على هالبرنامج الحلو وفكرته جديدة وأول مرة بلبنان يلي كل لبنان كل لبنان بيقعد بينطروا نهار ثلاثة وانا منهم وبتجيب البسمة على قلوب اللبنانية وعلى قلوب كل العالم العربي وناجح كثير ويمكن هو اكثر برنامج هلا محضور بهنيك. الحمد لله. ميرسي كثير ل ميرسي كثير لشباب الفرقة شادي الشباب ميرسي لنصر فقيه لكل اسم الدنيا. ميرسي للام تي في وانا هذا البرنامج من البرامج اللي في شيء عم بفور في ايه. او ماي جاد هابي بيرثدي تو يو.
هيوفا بمناسبة لأنه بعد 5 أيام عيد ميلادي. ميرسي ميرسي كتير كيف منظور عقبال 100 يا حياتي. ثانك يو. لا شو بدي فيهم كلهم بس ما هو أنت كل ما بتكبر كل ما بتجور. هيدي أنت. هاي هاي مين؟ هيدي أنت هاي. لا لا هاي مين؟ هيدي هيفا. هاي 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 هيوفا. هاي إيه هاي. هاي مين؟ هاي هيفا على الريد كاربت. هاي الريد كاربت مبين بس هاي مين؟ هاي أنت. مش بس لأنه عيد ميلادك بعد 5 أيام كمان لأنه بمناسبة إطلاق فيلم حلاوة روح. ميرسي كلكم كمان بدنا نقول لك ألف مبروك وكل شيء. ثانك يو سو ماتش. وإن شاء الله أكيد يعني هذا الفيلم أنا أكيد إنه رح يكسر الدنيا. مرسي. مش بس لأنه أنت فيه. مرسي. فعلا فيلم حلو وبدنا نقول ميرسي كثير كبيرة. بدنا نقول كمان ميرسي لباتيسري لاغريوت كمان يلي هن قدموا لي هذا الكلام. كثير حلو حبيت كثير 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 يعني هذا اللطف منكم و وانه تذكرتوا هذا الشيء الحلو. ميرسي لكم على كل شيء عملتوا لي الليله على استضافتكم على الجمهور الحلو اللي كان و هيدا لبنان يعني بيلبق له هيك اوديونس بيلبق له هيك بروجرامات حلوه. هيفا بدي اقول لك شغله بس انا من وقتها ما تعرفت عليك شخصيا وصار في حديث مطول بيني وبينك فعلا ما بيعرفك بيجهلك. ثانك يو. اطيب واحلى انسانه بالدنيا. ميرسي. وبس واحد يتعرف عليك شخصي ما بقول غير هيفا حكي. حبيبي ميرسي ميرسي هيفا وهبي.